هو اللي حصل الحقيقة ان احنا يعني ايه كان عندنا طموح وكنا طمعانين في اكتر من كده. ليه طمعانين في اكتر من كده؟ لان الاهلي بالفعل وصلنا للمستوى اللي احنا وصلنا له، ان فريقنا بيلعب في سيمي فاينل كاس العالم للانديه امام كبار العالم باعتباره احد كبار العالم، وصلنا للمرحله دي. الاهلي فريق تقيل وتاريخ وعندنا كتير جدا من الامور اللي خلتنا يبقى عندنا هذا النوع من الطموح المشروع، طمعنا في المزيد. ولكن اخذ في الاعتبار لازم برضو نقف عند نوع الخصم، زي ما هواند بتتكلم مع حضراتكم بتقول لكم احنا بنتكلم على بطل اوروبا، وما ادراكم ما الدوريات الاوروبيه، فما يكون فيهم بطل وبطل بلا منازع وبما لا يدع اي مجال للشك. فتخيلوا حضراتكم حجم القوه، احنا مش محتاجين نتكلم على قوه بايرن ميونخ لان اكيد حضراتكم ادرى مني انا شخصيا بيها بكتير وعارفين كويس قوي تاريخ وعراقه هذا النادي. لكن برضو زي ما برضو نهاوند قالت من شويه دي نهايه المطاف، احنا بالفعل الى حد كبير قدمنا اداء جيد في مباراه الامس، اكيد مع شيء من التحفظات شيء من الملاحظات، ولكن لكل مقام مقال. والناس في الملعب يا نهاوند غير واحنا قاعدين عارفه كل واحد بمج النسكافيه وعمال يحلل، هم بقى على الارض موضوع تاني خالص ورد فعل لحظي مرتبط بناس تقيله، هم تقال قوي يا بايرن ميونخ تقال. انا كل مع كل هجمه اقسم لك بالله اللي عارفه ما تحسي ان في لغط على الصدر، يعني في تقل جاي. لا فريق تقيل وماكينات المانيه بالمعنى الحرفي. على كل الاحوال ان شاء الله لسه قدامنا المباراه القادمه اللي هنقابل من خلالها بالميراس البرازيلي يوم الخميس الجاي ان شاء الله في مباراه تحديد المركز الثالث والرابع في مونديال الانديه. عينينا على البرونزيه بطبيعه الحال، وان شاء الله ربنا يكرمنا ويقدرنا ونحققها.